تؤمن بإعادة التجسد؟ والله أنا المشكلة دي أو الري إنكارنيشن أو التناسخ يعني من المسائل المحيرة عندي، لأنه فيها مشاكل كتير، إنها مثلاً ضد البعث. تؤمن بالبعث؟ تؤمن بحياة أخرى، حياة آخرة؟ اللي يؤمن بالبعث ما يؤمنش بالتناسخ. قول لي أنت بتؤمن بإيه؟ بقول لك أنا متحير من المسألة دي، من وقائع شفتها ومن تراث طبعاً طويل في الديانات الهندية وعند الموحدين الدروز وغيرهم. أنا عايزة إيماناتك أنت. لا، أنا في الحتة دي لازلت حائراً. الله الله عليا، طلعت حائراً من دكتور يوسف زيدان. لا لا، أنا حيران. شفت الطاووس؟ لا أنا حيران في حاجات كتير. رجعت الطاووس. لا لا لا، بالعكس، سقط قناع الطاووس عن دكتور يوسف زيدان. ما كانش قناع، كان دور. بس سقط دور الطاووس. لا، لما أنا بقول لك هو له وقت معين. بس لا، أنا عندي محيرات كتير في غير دي. بس دي طبعا من الحاجات اللي بتحيرني.